أهلين. حياك الله. أول شيء أهلا بزملاء المهنة بالمستقبل. كون أن أنت تدرسين نفس الحقوق إن شاء الله سنة وتخرج إن شاء الله يا رب. بس وين ماستر هني من السفرة راحة وردة كل شوي. عندكم ماجستير هني؟ اي براو. نطروني سنة إن شاء الله. سنة إن شاء الله. البنات رضاك خلقهم مرة ثانية، الشباب ما في عندهم أي مانع بالسالفة. بنات بسأل سؤال الحين، زوري تضايقين من سالفة إن في غيرة كبيرة يمكن تكون البنات، أو ما هي غيرة كثر ما نقدر نقول إن بعض المرات ما في تشجيعي من الجنس الناعم لأي من الفاشينيستات البنات اللي قاعدين يحاولون إنهم يثبتون شيء أو يقدمون شيء، دائما إن من قال لكم هي حلوة؟ أنتوا تشوفونها حلوة، إحنا ما نشوفها حلوة، والكلام هذا والتعليقات اللي تنرفز، شنو تقولين عنها؟ أول شيء هي مسألة أذواق. زين الحمد لله انا وزميله وينك هذه حوبة واحدة من البنات ميكروفونك علق. انا وزميلاتي اللي بالمهنة عندنا وايد بنات بالعكس يحبوننا ويشجعوننا واقفين معانا، واحنا قاعد نشوف يعني فئة اللي هذه من قال عنها حلوة ما تنقال بس عن الناس المشهورة، يعني عادي تقول حق بنت خالتها مصدقة انها هي حلوة، صح تقول عن رفيجتها اللي تطلع وتمشي وتنام عندها وتروح وتاكل تقول عنها، صح هي مو شيء علينا بس يعني اقدر افهم من كلامك ان البنات ما لهم امان. اما بالضبط ما لهم امان يعني بنات مالكم امان ساري بنات بس يعني انتوا تدرون بنات مالكم امان يعني احنا شباب بالوي اذا مو عاجبنا مو عاجبنا يعني فيكم؟ تدرين شنو بتويتر ايش كثر يعني شاخليني شخال على سالفه لا تعيش الدور يا قيس يا ما بالشباب بالوي قاعد يقطها ليش ما تصيرون انتوا البنات بالوي تقطين الكلمه البنت يعني ما ادري يمكن لان تستحي من اختها رفيجتها بنت خالتها يعني تتنافقها وتروح تتكلم من وراها بالضبط انتوا الشباب عادي تطنزون على بعض تقولون بالوي يعني تسبون بعض وما زعلون. احنا اذا قلنا ايش فيك شايفه نفسك او انت مصدقه نفسك ازعلت يلا بلوك وديليت او متنانة سنابات عنا او متنانة هذه تصير هني انتقام انتقام هذا سب يعتبر الموضوع هني هذه هني جريمه قذف انا اتوقع صح ايش يسمونها شباب ما انتوا اللي تدرسون قانون مو انا سب وقذف صح ونحصل من وراها فلوس زين احنا علامنا اذا واحد قال لي متنانة انا قبل يومين واحده قالت لي الفيل هذه فيها 5000 ولا ما فيها منو يا الفيل قالت لي هذه حايشها الظهر عمها الوان لا بس كلت ورق عنب واليوم اللي قبله ورق عنب طول اليوم قاعد على ورق عنب ايوه انت تبي نفسك حق السؤال اللي انا بساله زين الحين شنو المميز في المهنه اللي انت قاعده تزاولينها غير الاكل والهدوم سوري انا قاعد اقول الكلام اللي هم يقولون انت تعرفيني يعني ما راح نجامل بعض انا وياك هنا زين انا كوضع يعني ورق عنب وملابس واكل ومطاعم وامس انا وياك مسوين دعايه حق بيتزا هات فلا نكذب فخلنا نقول شنو الجديد بالموضوع الحين شوف اول شيء انا وظيفتي كبلوجر وظيفتي ان انا اجرب كل شيء واتكلم عن الشيء اللي يعجبني واللي ما يعجبني لان في ناس تتضايق والشركات تتضايق ان احنا نقولنا هذا الشيء ما يعجبنا او مو حلو او فيه تقصير او مو بالمستوى المطلوب فاحنا ما قمنا نتكلم قمنا انا من ناحيتي اظهر الشيء اللي يعجبني اوكي انا هذه حياتي هذه هوايتي ان انا اجرب كل شيء وانا الصراحه احب بطني انا عندي بطني ثم بطني ثم بطني ثم العالم وعلى العالمكم تاكلون قدامنا بانستغرام بذرابه نص ورق عنب وشوكه وسجمه وهي اذا بطني ثم بطني ثم بطني فمعناتها تهبص اي تهبص لازم يكون الموضوع وين الانتقادات اللي تضايق الكلام اللي يغث وخصوصا اذا ما كان يمت للواقع بصله يعني انا ادري بان في تواجد البنات بشكل عام وخصوصا الفاشينيستات اللي صارت الحين النظره لكم السلبيه اكثر ما هي نظره ايجابيه شنو قاعدين تسوون علشان تعدلون هذه النظره عند الناس انا كثر ما اقدر ان اعطي الموضوع طاف يعني انا اول تمس مقابلتي بتلفزيون الكويت تكلمت بس انا ما طلع الحوار قلت ان الناس قامت تشوف ان احنا بنظره غلط احنا كفاشينيستات وانا ما احب احد يناديني فاشينيستا شناديك عيل انا بلوجر عادي لايف ستايل مو المفروض ان البلوجر يكون عندها بلوج وتنزل فيه مواضيع بشكل يومي اوكي زين هو قبل لا يصير في بلوج شفت الناس ما تطالع سايتات انا بطلت الناس ما في تفاعل كان صاير بالانستغرام فانا قلت خلاص خل اوجه اهتمامي واعطي بالانستغرام لان الناس ما تطالع سايتات صح. احنا مو نفس اوروبا عندهم السايت شيء وايد مهم مو وايد مهتمين بالانستغرام فقمت اعطي الموظف لان طلعت فئه مثلا بالسناب شات ولا بالانستغرام اللي بس تمشي وتتطنز او تجرح بغيرها او تنتقد غيرها ولا تمشي وتترقص وتسوي سوالف سموها فاشينيستا يعني قبل فتره طلع مثلا احد الاكونتات بالانستغرام اللي يعطي الاخبار العاجله صايدين فاشينيستا مسافره بجواز غيرها بجواز رفيجتها والموضوع اصلا مو صاير انا ابوي يعرف بالداخليه ويعرف بالمطار يوم سالته يبا منو تقول مو صاير موضوع أصلاً هذه إشاعة وقبل فترة عن في أحد هني صاير عروقة بالماي شكله اللي قال صاير لازم حش هما بنات كذي حش هو كذي حش الموضوع
من صدقك انا شغلت فيني السالفه بعرف منو هذه. لا يعني انا يوم دريت انا بنيه ابي اعرف، انا اعترف ان انا فيني بلاغه شفه. لا كلنا بالكويت فينا لقافه، مو بس البنات، كلنا بالكويت فينا يعني لقافه. اول امس لما كنا بايفنت انا ودانا وجمال جي نعرف منو، انا اقول زين انت كنت مسافره دبي، انت لا انت زي موجوده، انت كنت مسافره دبي. ليش تروحين بعيد بحفله شيرين وحسين الجسمي اللي قالوا صايدين فاشن قاعده ترقص؟ انا ما شفت، انا ما شفت الا زوري، يعني الوحيده اللي شفتها زوري ودانا طويره شفتهم. عقب لما اندشيت قاعد تغني شيرين الله يحفظها اللي اعتزلت، فاطالع ولا بتويتر مكتوب سحب فاشينيستا قاعده ترقص بالمسرح. اول ثنتين طلعوا على بالي منو؟ دانا وزوري. دانا ما لقيتها وزوري ما لقيتها، فمنو كانت فيكم اللي طردوها؟ إذا أنا جاي مع أبوي صدقني ما راح أرقص معه. لا أدري بس نم إذا عيل دانا يعني يا جماعة ألا حد يصور، بس يمكن دانا. لا لا مو دانا، لا لا يا جماعة لا دانا ولا زوري، لا لا هي كانت واحدة ثالثة يعني. أنا وأنتي ندري منو كانت فوق. هي واحدة كانت فوق. إيه. وأنتوا اللي فوق كنتوا أربعة ما كانت فوق. أنت قاعدة تحت زين عين من اللي فوق خلاص. تبون اسمها؟ هذه موضوع. لا تبون اسمها تبون منو؟ علي عندك بنية. برايفت ما له شغل ما له شغل ما راح أفضحها أنا. بتويتر بعد شوي اقط مغزى وانتم فهموها عاد يلا كملي. فاقول لك انا قلنا ان هذا الموضوع طاف لان هذه في اكونتات بس تبي تطلع اشاعات والناس مدقوقه، طبعا مو بس احنا ككويتيين، الدول اللي حوالينا بس بتتكلم أي. بس بتنتقد. انا لاني قديمه يعني لو انا توني جديده وبالبنات اللي توهم طالعين قاعدين يتاثرون بسرعه. منو اللي توهم طالعين زوري؟ ترى احنا للحين ما نعرف بالفاشينيستات الا بيبي وانتي وفوز ودانا. طلعوا وايد. اوكي منو قاعدين ياخذون الجو؟ مصدقين روح. لا ادري بس بنات انتوا يمكن ادرى بهالموضوع هذا صدق. الحين لما يقولون ان في فاشينيستات وايد وخصوصا عالم السوشيال ميديا هذا، منو غير الاربعه اللي احنا نعرفهم؟ في جمال كولكشن صح في فنتج بزه اسم المله، وفي صح؟ فاطمه المومن اي واحده عندها اكاونت. فاطمه المومن مو محاميه؟ لا اختها مريم. اي اوكي المهم اي واحدة عندها اكاونت بالانستغرام وتلاقي تحط صورها وطايفة مثلا 30,000 سموها فاشينيستا. اوكي انا ابي الناس اللي موجودين هنا يشاركون. فيا جماعة تبون نسوي هاشتاج ولا تبون دايركت منشن عندي بتويتر ولا تبون نسوي هاشتاج؟ هاشتاج كيلو، على هاشتاج كيلو كل من راح يدش الهاشتاج راح يقرأ أسئلتكم. ما بي اودي الميكروفون عند احد وينحرج يسأل، فعلى هاشتاج كيلو اذا عندكم اي سؤال. انا اللي انحرج عادي. السؤال حقك حقي حق مشعل حمد بعد شوي راح يكون معنا على المسرح يتكلم عن كتاباته. اكثر واحد اشوف الناس سوى له ريتويت ويغثني ما شلون يفكر يكتب. ما شاء الله عليك تبارك الرحمن الله يوفقك ان شاء الله. فابي ادش الحين انا على هاشتاج كيلو. دشي زوري من تليفونك بعد خلينا نشوف الناس. مو ماخذ تليفونك وياك عيل؟ انا راح اقرا واذا في سؤال حقي ما راح اقرا، الاسئله اللي حقك كلها راح اقراها، ما راح تقدرين تحكريني بزاويه. اوكي راح اروح على اول تويتس واشوف الاسئله اللي قاعدين تكتبونها. سالوا اي سؤال تبونه وراح ارد. دير بالكم على السادس، فيصل المذن كاتب عاجل انقلاب شاحنه تحمل استندرات غاز على السادس حاليا واستنفار امني. دير بالكم عاد يا جماعه، والله انتم لهني درب رب الكعبه. ابي اسال سؤال، انتم يعني الحين في احد ساكن يعني المناطق اللي ساكنين فيها هي المناطق القريبه؟ انا ولد الاندلس، في احد هني بالاندلس؟ في احد هني بالاندلس؟ دعوه الاندلس ما حد ساكن فيها شنو صدقكم؟ زين في احد هني بالعدليه بالروضه؟ حسيتها طريق صفر وانا جايه بالخالديه الجهره. اي ونعم مليون نعم والله. وين بعد قولوا لي؟ في احد ساكن بالدوحه؟ صليبيخات، غرناطه، جابريه؟ صارت اغنيه هنا بيان، هاي ما بقى منطقه ما ذكرناها. زين احسن شيء بالمعرض الدي جي، واحد كاتب الله يوفقك. اوكي على ما تكتبون اسئلتكم على كيلو على الهاشتاج هذا، ابي اشوف كل التويتس اللي قاعدين تكتبونها. ابو داود كاتب مشكورين رابطه كليه القانون على المعرض الحلو اللي بجامعتنا، الله يعطيكم العافيه ونستونا. كم تاخذ على الفيديو بالانستغرام؟ اسامه العبد الله. منو اول شيء، انا ولا هي؟ انا ولا هي؟ انت قاعد تقول هي. شو وفقنا يا معود من هالاسئله. كم تاخذين؟ عمور المانع. اسال عمور المانع. عمو وين عمور مانع؟ كم تاخذ على الانستغرام؟ انا اللي عارفه الرينج هو ما بين 700 الى 750. لا 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 شو ليش؟ لحظه، بوست الانستغرام عندك ارخص من كذي؟ وايد حلفي وايد ما شاء الله. اعمال شارك ما فتحت لي صالون، ما طقيت لي سياره. والله يا النغزه فهميها دانا طويرش، فهميها دانا فتحت لي صالون.
فاعطوها رنج كان زين. وين زين هني تبون ماي بارد؟ اي والله شكل الماي اللي قدامنا مدوي راح فيها. شنو سالفه زوري اشكناني مع الفاشينيستا قبل يومين حمد الجرمان؟ شنو ما تهاوش مع فاشينيستا قبل يومين؟ ما قال هوشه، قال شنو سالفه؟ انت فضحتي عمرك قلتي متهاوشه. لا ماكو، ما هي مو فاشينيستا، ما ادري، بس قبل يومين ماكو سالفه. زين فاطمه لوقيان كاتبت لي علي نجم ليش تزعل لما الناس يقولون عنك متنان؟ والله العظيم ما ازعل. من اللي يرضى لما احد يقول عنه متنان؟ أنا. اصلا انا تستانس لو قالوا لك انت متنان؟ يعني لحظه اسال سؤال الحين، اذا احد قال لي متنان بضعف ولا بزيد كيلوات؟ لا راح يصير لا الاول ولا الثاني. يعني انا لما حد يقول لي متنان امسك نفسي. انت بنت ويضيق خلقك، انا ما راح يضيق خلقي كلش. يعني انت مستانس بون باك؟ لا طبعا بتعب انا على سكس باكس حق شنو؟ اعطيني عذر مقنع، اعطيني. انا يا جماعه مو يقولوا لك هناك ناس تاكل لتعيش، ياكل علشان يقدر يعيش، انا اعيش عشان اكل، انا احب الاكل وبطيني واموت على الاكل وادور ادواره ونقطه ضعفي بيتزا هت ومام. فاذا حد قال لي متنان لا بالعكس ما ازعل، قبل لا اتزوج اي يعني، بس الحين عقب ما اتزوجت لا كلش ولا ازعل ولا قال خلاص يوم الحين غشيتها وطمنتها يعني. ابراهيم الظفيري انا صوت لك ايام النايت شو، كفو والله كفو والله كفو، مشكور والله قصرت صوتي لي والله. يعني كنت اتذكر كنت بالثانويه اولى ثانوي، كنت ثالثه ثانوي. ثالثه ثانوي انت مواليد كم؟ انا مواليد 89. انا 92. انت رابع من 92. انت 86. زوري لا تشد، وين بطاقتك المدنيه؟ عشت يا بعد عمري، عشت مشكور وما قصرت حبيبي. تفضلي وين بطاقتك المدنيه؟ والله ما يرضى. زين اخذي عيال ما راح اصير ارفضيك الماي. من قال انت مواليد 92؟ والله العظيم 92. عمر كله ان شاء الله يا رب. القائمه الحقوقيه كاتبين هنا علي نجم هل تستطيع الجري على الماء؟ يعني انا ما ادري ليش قريت السؤال. زين ايه تقول بطني ثم بطني وتزعل اذا قالوا متنانه؟ انا قلت اوكي اكل بطني اهم شيء بالدنيا، صدقوني ما راح اموت نفسي يوع، بس في شيء اسمه انا اكل عشان اتلذذ مو اكل عشان اشبع. اكل عشان اتلذذ مو اكل عشان يعني أشبع. انا اكل الشيء عشان انا مشتهي اكلته. بنات أكله. مقتنعين تاكلون عشان تتلذذون ما تاكلون عشان تشبعون؟ في يعني هذا لان البنات اتوقع الموضوع دارج. انا قاعد اكل كل شيء بخاطري، يعني قاعد يقولون شلون تاكلين وما تمتنين؟ يعني الاكل اللي يعني انا قاعد اكله المفروض وزني فوق ال100، شلون وزني للحين 59 60؟ على الاكل اللي انا قاعد اكله ما شاء الله. انتوا البنات كلكم وزنكم 59؟ اذا وديت ميزان الحين وزن زوري انا يعني انت مواليد 92 طوفتها، وزنك 59 ما تطوف. اذا وديت ميزان كم عملية تجميل مسويه؟ 2. شنو خشمين؟ ليش مسوي؟ ليش مسوي عملية تجميل حق خشمك؟ معني انا حاطه صوري قبل التجميل وكنت عادي يعني ليش تظهر؟ لانه في واحد كاتب خلاص علي نجم اقسم بالله راح نتقدم بيتزا هات، دليتنا على الدعايه، دافعين وايد والله دافعين وايد، نسوي دعايه 24 ساعه نسوي لهم دعايه كملي. انزين خشمك ليش يعني ما في قناعه بشكلك؟ لا 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 هو صدق انا ما كان عاجبني وكان ما كان عاجبك بس ما في مشكله خشمك؟ لا هو كان في مشكله صغيره بس ما كان ابي واحده سوت عمليه تجميل حق خشمها ما في مشكله ماكو هو ما كان في مشكله اوفر يعني بس ما كنت راضية عنه يعني كنت ابي يصير احسن يعني هو في سؤال محرج عاده بهالحاله هذه اساله ولا طوفه قول يعني مو راضيه بخلقه الله لا شوف هو السؤال انت قلتي لي قول انا مالي شغل صح انا قلت لها اقوله ولا اطوفه هي قالت زين احنا ما نقدر نعترض يعني اكيد ما نقدر نعترض بس انا ما عاجبني يعني هو مضايقني معنى ما كان عادي يعني كان يقولون عني حلوه اوكي عادي بس ما كان عاجبني يعني ايش كثر يهمك راي الناس فيك زوري؟ ايش كثر يهمك ان يقولون زوري اشكناني جميله زوري اشكناني بشكلي؟ انا ما يهمني وايد ولا شويه ما يهمني كم ما سويت عمليه تجميل دقيقه اذا كان سويت من زمان ما اسوي تو السنه اللي طافت عادي يعني دام في شخص واحد انا بعينه جميله هذا يكفي الناس اذواق انا مقتنعه ان الناس اذواق صح مشكور وما قصرت اي والله الله يبرد على قلبك مشكور اذا بنظل على المسرح كل شيء بتوصل لنا نقصه انا بقعد هنا للمغرب ما نفتر على البوزات يعني بلا بقى شوي هني في وحده كاتبت لك اسمها فجر الرويح كاتبت لك زوري الله يوفقك وتهبلين ما عليك من كلام الناس اكلي من الحين لباكر ما لك شغل فيهم او بنت تحب بنت وتشجعها هذه جديده هذه شفتها بكيلو بس انا مو رفيشتك مو رفيشتك والله ما اعرف احد يدرس هنا أوكي. شخص واحد بس اعرفه فيني فضول ما راح اسال فضولك خله عندك انا ما راح اذا خلاص شوف السؤال لا ما لا 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 لا, لا 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 خلي متى بتتزوجين زوري؟ لما القى الشخص المناسب وما لقيتي الشخص المناسب هو في بس في وايد اشياء توقف ليش تضحكون منو؟
منو؟ اوكي زين، هو اكيد لما القى الشخص المناسب بس ما حتتكامل انا ادري. ايه؟ بس في اشياء توقف يعني اهل، عادات وتقاليد، مذاهب. انزين يعني لو تزوجتي وريلج قال لك هدي المجال اللي انت فيه فدوة، يعني بالعكس انا ما اخسر شيء تافه عشان بيتي وريلي. يا زت لهم السالفه. بنات لو 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 تقدم لك رجل وقال لك تركي دراستك تتركين دراستك؟ الا الدراسه طبعا. لا والله بصوت واحد. انزين لو كنتوا مثلا مكان زوري هل تأيدون اجابتها ان ريلها قال لها سكري اكاونتك بالانستغرام علشان اتقدم لك واخطبك ونتزوج؟ زين اللي قالت لا، اللي لابسه بيجي ليش لا؟ بس هو شيء تافه يعني. لا مو شيء تافه، لو هو شيء تافه سكري من قبل لا تتزوجين. هذه اوكي قاعده، يمكن الريال عنده غيره ما يبي. واذا انزين بس حتى لو بس هذا تعبت شقاج، انت تعبتي بنيتي اسم بنيتي مكان. زين انت بتضبط الامر بالانستغرام علي. زين في شيء اسمه بيت، في مسؤوليه، في عيال. حتى تدري متى تنغثين؟ اذا سكرتي الاكونت وتزوجتي وما اخر شيء طلع مو الرجل المناسب وما الله كتب نصيب، حزتها ما راح تحسف، ما راح تحسف على المعرس، راح تحسف على الاكونت اللي تسكر. اللي بعد شوف انا قايله يعني، شوف قبل فتره يعني كان صاير موضوع خطبه، فانا قلت له، قال لي سكري الاكونت، قلت له ما راح اسكره الا بعد العرس بتاع 6 شهور. كان يقول لي ليش؟ قلت له عشان انا مو ضامنتك اذا انت زين. زوري هني في سؤال، شنو شنو الشيء اللي تحسفتي عليه بحياتك الهنوف لو نزيد سالج؟ انا وايد لعبت بدراستي، يعني انا متاخره تقريبا 3 سنين، المفروض انا متخرجه وخالصه. غيرت تخصصي بالثانويه وغيرت تخصصي بالجامعه وايد، يعني انا احب ادرس بس ما لي خلق، احب الواجبات بس ما احب ادرس واحفظ، يعني انا سريعه بالحفظ بس ما احب احفظ، وداشه قانون، فهالشيء وايد يعني اثر على دراستي. متحسفه ان انا يعني ما شديت حيلي من الاول وما دشيت هني بالكويت. والشيء اللي متحسفه عليه يمكن السوشيال ميديا. السوشيال ميديا متحسفه آه. عليه اوكي. هني في سؤال حقي يقول لي، من وين تجيب افكارك اللي تتكلم عنها سواء في امور الحب والعتب وكذي؟ هل في امور حصلت لك ويا ريت لو تذكر مثال؟ امانه ثاني ما راح اكذب، يعني اغلب اللي تكلمت عنه هي امور حصلت لي شخصيا في علاقات خطا ومع ناس خطا، فودام اني صرت مذيع فرصه اني انا اقدر اني اعم على الموضوع وانقص كثر ما ابي، والشخص الطرف الثاني يسمع وما يقدر يرد، واذا رد ما حد راح يدري عنه. فوناسه اني انا اللي قاعد اقط كل بجبدي وطلع ظالم وطلع شين وطلع مو خوش انسان وما راح يقدر يرد اساسا بالنهايه. وفي وحده كاتبه، علي نجم سولف لنا عن هيومه بنتك مريم. شو اسولف انا؟ مر 4 اشهر ما يمدي اسولف عن ولا شيء للحين يعني، بس ادعوا لي، ادعوا لها يا رب ان شاء الله نفرح فيها واشوفها خريجه من الجامعه وغيره وغيره من الامور. تشبههم ها؟ تشبهني ولا تشبههمها؟ لا تشبهني الحمد لله يا رب. خذت مني عيوني بس، بس باجي الشبه كل عالمها، بس انا همني العيون يعني. اي لا بس هني نوقف سؤال، هني نوقف السؤال. انزين هني في سؤال، فاطمه لقيان مشكوره وايد وما قصرتي، مشكورين وايد كل اللي قاعدين يكتبون اسئله. ما اتوقع شيء، قفلنا على كل الاسئله. زوري شنو حابه تقولين اخر شيء حق الناس اللي حاضرين هني وقاعدين يسمعونك؟ وين ميكروفونك؟ اول شيء يعطيكم العافيه وفرصه حلوه ان انا اكون معاكم هني، اعطيتوني شويه طاقه ايجابيه كون الفتره اللي طافت حوالي وايد سلبيه. الله يوفقكم انتم بتخصص وايد حلو صدقنا، قالوا المحامين صاروا 3/4 الشعب والدعوه بدينار، بس بالعكس التخصص اللي انتم فيه وايد حلو كم، ويحفظكم بالطريق. ما انا حسيت سفر. لا كملي وبس والله، بس يعني والله هذه انه خلص الحكي ما ايش اقول الحين وبس والله. يا جماعه اسمع، تحيه كبيره حق زوري اشكناني، مشكوره على روحك الرياضيه وتقبلت لكل الاسئله اللي قاعد اسالها. اتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله يا رب، وعقبال ما نشوف اكاونتك بالانستغرام تسكر لانك بتتزوجين ونشوف عيالك وعيال عيالك. امين الله يسعدك. مشكوره وايد وما قصرتي، وتحيه حق زوري اشكناني، مشكوره وايد وما قصرتي. ابي استضيف على المسرح الكاتب مشعل الحمد، هم انا ابي اسمع له تحيه. حياك يا مشعل على المسرح، حياك حياك الله. الله يحييك، مساكم الله بالخير. اول شيء يعطيكم العافيه، تنظيم وايد حلو واستضافه وايد حلوه. قاعد ارجف ليش ما اول مره تقابل الجمهور مشعل؟ كان انا ضعيف شويه بمقابله الجمهور، احب ككتابه لما اكتبها تكون شوي اوصل اكثر يعني، وبنفس الوقت ما احب شعور لي اكون قاعد قدام ستيج وواحد قاعد يسولف
مستملك الوضع. هم صح. ما ادري بس ما بيدك يعني ارضاء الناس غايه لا تدرك طبعًا بالنهايه. طبعًا. ابيك تقول لي من ناحيه الكتابه شلون بديت تعرف بان انت عندك هذه الموهبه؟ ايش رايك بردود افعال الناس على اللي قاعد تكتبه؟ بالبدايه انا بلشت اكتب من سنه 2004 بمجله اسرار. 2004 2005 2006 مجله الديره. 2007 اسس لي مجله داخل احدى الكليات الخاصه بالكويت من A to Z. وراها بلشت اكتب نفس الشيء مقالات استمرت من ورا هذا ل 2011. 2011 وقفت. 2015 رجعت بكتاب بقايا مدينه. ومن الناس اللي انا احب اشكرها احب اشكر علي، لان انا بيوم من الايام كان هو انسان ملهم حقي انا بكتاباتي من الشغلات اللي قاعد يقولها بالاذاعه. نفس الوقت بفتح الزرار لان ما اخذها رسمية انا ما خالف. ارفع المايك قرب المايك عشان يسمع منك الناس اوضح. اي فعلي من الشخصيات اللي انا كنت ماخذه ملهم حقي انا ككتابات، يمكن هذه اول مره التقي فيه. صح. فاحب اقول له شكرا علي. انت اللي شكرا على الكلام حبيبي، مشكور وما قصرت على الشغلات اللي كنا نفس ما قلت لك نستفيد ونتعلم منها، وحتى كمفردات كمواضيع كطرح علي اتوقع رقم واحد حاليا بالكويت. تكفى اقول هالحكي هذا حق اللي يسميني قيس بن الملوح ذبحني كل يوم بتو هذا انت؟ لا عبالي هذا انت اللي تسميني قيس بن الملوح. اسلم يبا تفضل حبيبي نقاس علي. فالشخصيات هذه نفس ما قلت لكم انا ممكن نستفيد منها، ممكن ناخذ منها شغلات نتعلم منها بعدين. انا بيوم من الايام كنت قاعد افكر زين انا وقفت من الكتابه اربع سنين، هل انا راح ارد اكمل مره ثانيه؟ هل انا اذا كتبت مره ثانيه الناس راح تتقبلني نفس 2011 نفس 2010؟ صح. ربنا لك الحمد، روايه بقايا مدينه دشت خانه 20,000 نسخه للحين، وللحين باقي لنا اربع معارض. روايه بقايا مدينه انكتبت بالتليفون. ما شاء الله. ما انكتبت بلابتوب، ما انكتبت باوراق. لحظه شلون يعني انكتبت بالتليفون؟ فسر لي اكثر. علي انا مربع الكمبيوتر، حاولت اني اكتبها عن طريق الكمبيوتر. اي ما ضبطت فيها. كان ابطل نوت بالتليفون واقول له يلا خليني اجرب. حلو. لقيت نفسي ساعه ساعتين ثلاث، لا انا قاعد اكمل، انا قاعد اروح. متعود على 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 كتابه الكيبورد. صح. فالفكره اللي بوصلها شنو؟ الفكره ان ماكو شيء بالدنيا صعب، وماكو شيء يعني اسهل من انك توصل احساسك من خلال الكلام، من خلال الكتابه، من خلال ايا كان. اتوقع كلكم يعني في داخلكم مشاعر، في داخلكم احساس، واتوقع هني بعد صوب البنات يمكن عندكم درج داخله فيه كتاب ما حد يقراه ببيوتكم. صح. هذا اللي انا اتوقعه عندكم انتم. صح. يومياتها اللي ما حد يدري عنها، الاشياء اللي هي تكتبها بروحها. بالضبط. فماكو شيء يمنع انك انت تكتب، ماكو شيء يمنع انك انت توصل رساله، ماكو شيء يمنع انك توصل فكرك. بس في ظل عدم تقبل الناس اليومين هذيل الكتاب الكويتيين، وصار فيهم ان الكاتب الكويتي تافه، الكاتب الكويتي بس يبي يكتب اي كلام، الكاتب الكويتي، وصار في هجوم على الكتاب عندنا بالكويت سواء في كتبهم او في محاولاتهم بالمشاركه، شنو تقول؟ ابو حسين اكثر اسهل شيء بالدنيا تكتب صفاف. صح. اسهل شيء بالدنيا تكتب كلام ما ادري شلون صاير، اسهل شيء بالدنيا تقعد تسب تحط ايحاءات ايا كان، اسهل شيء بالدنيا تسوي هالشغلات هذه كلها، بس بالنهايه زين زين وشين شين. بالنهايه بتقول كتاب كويتيين مو زينين، بقول سعود سنعوسي ماخذ جائزه البوكر بروايه ساق البامبو. صح. ورفعوا ويا الكويتيين كلهم ككتاب. صحيح. فهذه الفكره اللي بوصلها بكل مكان، حتى انتم عندكم كمذيعين في مذيع زين في مذيع الشين، في مذيع اللي تستفيد منه في مذيع اللي لا. كطلبه بيناتكم بينات بعض نفس الموضوع، عندك الطالب الزين وعندك الطالب الشين. فالتعميم سيء بالنهايه اللي قاعد يصير. التعميم سيء بالنهايه، وفي الزين وفي الشين. من بعد بقايا مدينه ومن بعد هذه التجربه اللي ما شاء الله 20,000 نسخه واتمنى لك كل التوفيق فيها، شنو اللي جاي؟ هل مفكر في كتاب ثاني ولا بس هي مره وتوبه؟ ان شاء الله في روايه بعد 3 شهور راح تنزل. شو اسمها؟ صرح خوي يستاهلون طلبتك كيلوني انك تقول شو اسمها. ولا ما قررت؟ سعد الرفاعي يأشر لي. لا سعد الرفاعي انا اسف بس راح اقول راح يكون ان شاء الله اسم الروايه لربما اخيره، وانتم اول الناس اللي تدرون فيها ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. باذن الله ان شاء الله شهرين 3 شهور راح تنزل ان شاء الله، وان شاء الله تعجبكم عاد ان شاء الله يا رب. نوع الروايه اللي كاتبها هالمره شلون صاير؟ وين التوجه فيها؟ هي روايه اجتماعيه ما فيها اسفاف، اي احد بالبيت يقدر يقراها الصغير والكبير، فيها فكره وفيها هدف، اللي قراها اتوقع وصلت للرساله. تكلمت عن زواج الاهل، تكلمت عن موضوع الاعاقه، تكلمت ان الحب موقف مو كلمه، الكلام سهل ان الواحد يقوله، الكلام اي واحد يقدر يرفع عليك تلفون وتقول له والله انا احبك ومتيك اقدم لك كل شيء، لكن بالفعل شوي صعب الموضوع. صحيح. فهذا اللي انا ذكرته بالروايه او هذا اللي صورته داخل روايه بقايا مدينه. ممتاز. ولربما خيره نفس التوجه انت قريب منه ولا رايح لتوجه ثاني تماما؟ لربما خيره ان شاء الله نفس الشيء، ولكن الطرح راح يكون غير، القضيه راح تكون ثانيه غير القضيه اللي طرحتها، ولكن بالنهايه راح يكون نفس الوضع ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. مشعل حمد اتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله يا رب. مشكور وايد على وجودك، وشنو حاب تقول بالنهايه؟ اللي حاب اقوله بس بالنهايه قبل ان اختم، حلو ان يكون عندك طموح، حلو انك تكون عندك ورقه كاتب فيها. انا انسان عندي بكالوريوس وعندي ماجستير، ولكن معلق الشهايد عندي بالبيت،
الطموح اهم شيء، الكتابه اهم شيء، علشان بقايا مدينه انا هديت وظيفتي علشان شيء انا احبه اللي هو الكتابه. لا تستهينون بولا شيء، لان والله العظيم قسم بالله اسهل شيء تكتب شيء تافهه، ولكن الاشياء هذه لما تطورها حبه بسيطه راح تلقى نفسك وصلت نتيجه ما تتخيلها. لا تستهين بنفسك، ربعك 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 اربع مرات ربعك اللي يحاولون يحبطون فيك اسهل شيء تعطي بلوك وتكمل حياتك، تكمل نجاحك، ولا ترجع حق اي احد من الناس اللي انا الناس هذول. ويعطيكم العافيه. يستاهل تحيه مشعل الحمد، مشكور وايد وما قصرت، والله يوفقك يا الحبيب، مشكور وموفق خير يا رب العالمين. طلبت كيلو يا زين القعدة وياكم والسوالف وياكم، سامحونا إذا قلنا شيء ضايقكم، سامحونا إذا قلنا شيء كدركم. أتمنى أن أنتم استمتعتوا، مشكورين على أسئلتكم، مشكورين على تواصلكم، إن شاء الله يا رب نشوفكم دائما على كل خير. وأتمنى بأن الوجيه الطيبة اللي قاعد أشوفها قدامي هنا تشرف بيوم من الأيام بأني أناديكم اسم اسم في حفل تخرجكم من هذه الكلية، معلنكم محامين المستقبل إن شاء الله يا رب، وموفقين خير، وأتمنى لكم كل التوفيق. بس شكلي بنزف، لحظة دقيقة خل أسمع وأكمل. فمثل ما قلت لكم أتمنى إن شاء الله يا رب أن في يوم من الأيام أقدر أني أكون واقف على المسرح أقدمكم كخريجين وخريجات، وأتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله يا رب. زوري قالت الرسالة اللي موجودة عندها، مش على الحمد ما قصر وقال الكلام اللي عنده. أنا إذا في عندي كلمة وديني أوصل لكم إياها أو في رسالة وديني أنا أقولها، كم كبير من الناس دائما يسألني يقول لي علي لمتى بتتكلم عن المواضيع اللي أنت قاعد تتكلم عنها، لمتى بتتكلم عن الإحساس، الحب، الخوف، الجرح، الكسرة وغيره وغيره من الأمور. أنا بالنسبة لي شخصياً أنا أشوفها من هذا الباب، الإنسان اللي ما عنده إحساس كذاب، الإنسان اللي ما عنده إحساس منافق، الإنسان اللي ما عنده إحساس ما يستحق أنه يعيش بين الناس أساساً، لأنه ما عنده إحساس، يعني بداخل قلبه في حجر. طول ما أن في أحاسيس الناس تعايش معاها يومياً، سواء كانت صداقة، سواء كانت وفاء، سواء كان احترام، سواء كان متابعة طموح، سواء كان ملاحقة حلم، هذه كلها أحاسيس. طول ما أن هذه الأشياء موجودة أنا راح أظل موجود وأتكلم. كم من الناس قالوا بأن خلاص أنت تكلمت لغاية ما تزوجت، والكلام بالنسبة لي أنا ما كان غاية علشان أستدرج أحد، الكلام بالنسبة لي هي رسالة، والكلام اللي قاعد أقوله سواء في الأغلبية الصامتة أو غيره في فقرات البرنامج هي رسالة أتمناها توصل لآخر إنسان بالدنيا، اللي هي الرسالة اللي أنا قاعد أحاول أوصلها أن ما فيها عيب نهائياً أن أنت تعبر عن اللي في قلبك، رجل كنت أم امرأة ما في شيء غلط أن أنت تقول أنا أحب أنا أخاف أنا أكره أنا ودي أنا أسوي وأنا أحط. اليوم اللي احنا نخاف فيه من ان احنا نتكلم عن مشاعرنا، واليوم اللي احنا نخاف فيه من ان احنا نقول اللي بقلبنا، وهو اليوم اللي احنا ما قاعد نتواصل فيه مع نفسنا نهائيا. ما حد راح يقدر يحبك بالدنيا كلها واخذها قاعدة الا اذا انت قدرت تحب نفسك، ما حد راح يتقبلك الا اذا انت قدرت تتقبل نفسك. نافقت عمرك الناس بتنافقك، كرهت عمرك الناس بتكرهك، تسمعون حكي من هني للستار ناس بتكسر مياديفكم. احنا شعب منتقد جدا، احنا بالكويت شعب منتقد جدا، قليل اللي يشجعون كثير اللي حبطون، ومو المقصد منهم، ولكن يمكن يشوفون بالناحية انتقادهم بأنهم يبون يشوفون منك شيء أفضل بالمستقبل. ولكن من يدخل في دوامة الانتقاد ويلحق التعليقات السلبية ما راح يوصل حق مكان في حياته أبد. وأنا على يقين بأن الجيل الحالي اللي قاعد يعيش في الكويت وفي الخليج وفي الوطن العربي بشكل عام، الجيل الحالي هذا جيل عنده رأي يعرف يدافع عنه لآخر لحظة، وعنده طموح راح يوصل له في يوم من الأيام. أتمنى كل واحد فيكم يا رب يحقق أحلامه، قولوا آمين. كذي أحلامكم؟ ما 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 ماكو أحلام؟ قولوا آمين. وأتمنى إن شاء الله يا رب الله يسدد خطاكم وكل اللي تحلمون فيه وتبونه يصير. آمين. يعني أعطيكم كيو متى تقولون آمين. وأتمنى يا رب إن شاء الله كل واحد فيكم في قلبه شيء، الله إن شاء الله يا رب يرزقه اللي خاطره فيه طال الزمان ولا قصر. على هذه آمين ها. وإن شاء الله يا رب يا رب يا رب يا رب أشوفكم دائما بصحة وعافية وخير. سامحوني على القصور، مشكورين وايد وما قصرتوا، ونشوفكم على خير. بسم الله الرحمن الرحيم، يعطيكم العافية. بناء على دعوة من رابطة طلبة كلية القانون، الدعوة الحلوة والراقية منهم، لبيت دعوة ويت شفت المعرض. معرض وايد حلو وراقي مثل الناس اللي استقبلوني. كل التوفيق لكم إن شاء الله، ومعرض وايد حلو، وإن شاء الله كل معرض يكون أكبر وأحلى. أخوكم إبراهيم دشتي، شكرا. شكرا لكيلو إكسبو على الدعوة، معرض مميز، جهود طلابية واضحة، حضور وتفاعل من الطلبة بشكل جدا ملفت للانتباه. سعدت بتواجدي هنا وياهم،
اتمنى لهم دائما كل التوفيق. اتمنى اشوف ان مثل هذه الفعاليات تتكرر بشكل اكبر. هي فرصه للطالب بانه يبين ابداعه، فرصه للطالب بانه يطلع اللي في قلبه، يتواصل مع اخوانه واخواته الطلبه بطريقه جديده. شكرا لكل الضيوف اللي كانوا موجودين على المسرح، لكل الرسائل اللي حاولوا انهم يوصلونها حق الطلبه. شكرا للتنظيم المميز، شكرا للمجهود الحلو، وشكرا لكم انتوا على تغطيتكم وعلى اهتمامكم ومتابعتكم. اتمنى لكم دائما كل التوفيق ان شاء الله يا رب، ومشكورين وما قصرتوا. يعطيكم العافية، الحضور جدا جميل، معرض وايد حلو، تنظيم وايد مو طبيعي، اللي يشوفه يقول شغل بروفيشنال مو شغل طلبة. يعطيكم العافية، واللي ما حضر المعرض طافة صراحة. يعطيكم العافية على التغطية، يعطيكم العافية على التنظيم الحلو وعلى التغطية الزينة من مجموعة بصمة للتوثيق. وعسى الله يوفقكم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم عبد العزيز سالم. يا جماعة المعرض هذا يمكن ثاني مرة أروح له، كل معرض يفرق عن معرض. اللي يجيله بكلية قانون غير عن كل معرض، ناس راقية، ناس كبارية، حلوين، طيبين. فيعطيكم ألف عافية على المعرض، أشكركم على الضيافة. اليوم زرت الشباب في كلية القانون بالدوحة، شفنا المشاريع اللي عندهم، أشياء تفرح وتونس الصراحة، تسوى العنوة أن الواحد يطلع من مكتبه من الديرة عشان هالمشاريع هذه. حلوة فكرة كلية القانون أنها تحتضن جميع هذه البزنسز بمكان واحد. يعطيهم العافية الشباب وما قصروا، وسامحونا على القصور في هذه الزيارة المتأخرة. أخوكم مشاري الشلاحي.